أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، الجيش اليمني واللجان يعلنون استعادة كامل المناطق التي دخلتها القاعدة في البيضاء بدعم من التحالف السعودي. لماذا لجأت الرياض إلى القاعدة؟ وهل فشلت في التخفيف عن جبهة مأرب؟ مأساة حرائق المستشفيات تحصد الأرواح مجددا في العراق. لماذا تتكرر هذه الحوادث مؤخرا؟ وهل هي متعمدة؟ أعمال إذاعية على المنصات الإلكترونية دعما لهبة فلسطيني الداخل. كيف تعمل الموسيقى على توضيح مفهوم الاحتلال لدى الرأي العام في الخارج؟ وإسرائيل تطور طائرات مسيرات ذاتية أو ذاتية التشغيل للمرة الأولى. ما سر هذه التقنية الجديدة؟ وما خطورة عسكرة الذكاء الاصطناعي؟ انتكاسة البيضاء، هكذا بدت بالنسبة للتحالف السعودي بعد إعلان الجيش اليمني واللجان الشعبية استعادة مديريات الزاهر والصومعة من القاعدة. اتهمت حكومة صنعاء الرياض بدعم التنظيم من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الواقع الميداني. استمر تنفيذ العملية 72 ساعة فقط. إن القوات المسلحة وهي تعلن عن هذا الإنجاز الكبير لتؤكد لأبناء شعبنا اليمني العزيز مستوى الارتباط بين تلك الجماعات التكفيرية المنفذة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية. بعد إنجاز صنعاء تتركز الأسئلة على أهداف الرياض من عملية النجم الثاقب ومدى تأثيرها في جبهة مأرب المشتعلة منذ 5 أشهر من خلال إشغال الجيش اليمني واللجان بجبهات أخرى. وقد تتجاوز الغاية مأرب إلى فتح طريق جديدة على العاصمة صنعاء، وهو ما تؤمنه محافظة البيضاء نظرا إلى موقعها. وقد يكون التصعيد السعودي محاولة لرفع سقف التفاوض السياسي لمحاولة تحصيل مكاسب إذا وجدت مفاوضات الحل السياسي موعداً نهائياً وجدياً في المستقبل القريب. أمام هذه المشهدية سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولاً، لماذا لجأت السعودية إلى استخدام ورقة القاعدة مجدداً؟ وثانياً، ما دلالات فشل التحالف في البيضاء؟ وثالثاً، هل كانت الرياض تنوي تخفيف الثقل عن معركة مأرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف السيد مجيب شمسان الخبير العسكري، وهو معنا من صنعاء للحديث إذن أكثر عما جرى في البيضاء. أهلا وسهلا بك معنا سيد مجيب شمسان. أود بداية أن أعرف بماذا يمكن أن نصف ما جرى تحديدا في البيضاء. ألو سيد مجيب. ألو نعم ألو تسمعون الآن بشكل جيد؟ نعم. طيب، كنت سألتك عن الذي حصل، كيف يمكن تقييم ما حصل تحديدا في البيضاء قبل أن ندخل بتفاصيل الاستراتيجية وما تعنيه؟ في البداية تحية لكم للسادة المشاهدين. طبعا ما حصل في محافظة البيضاء هناك عدد من المعطيات التي تزامنت مع بعضها على مستوى التنسيق ما بين تحالف العدوان السعودي الإماراتي وما بين الدور الأمريكي في هذا الجانب. طبعا سبقت هذه العملية التي قام بها تحالف العدوان والتي أسماها عملية النجم الثاقب تحشيدات عسكرية خلال 3 أشهر التي سبقت هذه العملية، وتسليم عدد من المعسكرات في المحافظات الجنوبية لا سيما في محافظة شبوة وفي محافظة أبين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. قبل بدء العملية بيوم أيضا كان هناك لقاء جمع نائب ما يسمى عبد الرب منصور هادي علي محسن الأحمر مع قائد القوات البحرية الأمريكية الوسطى، تناقشوا كما أدلت المواقع التي تحدثت عن هذا اللقاء حول مسألة مكافحة الإرهاب ودعم الجانب الأمريكي لهذا الجانب. في يوم تدشين العملية التي أسموها والتي انطلقت في يوم الجمعة كان هناك تصريح أيضا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حول ما تحدث عنه من سأم الإدارة الأمريكية من دعوة ما أسباب الحوثيين للسلام وإدارة الهجمات التي سماها المتكررة على محافظة مأرب. هذه
هذه المعطيات أيضا كان هناك تصريح للخارجية الأمريكية حول عودة دعمها لما سمته بالجيش الوطني وقوات عبد الرب منصور هادي وتأهيلهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الملاحية في المناطق في البحر الأحمر والمضايق المائية. أيضا بعد يومين من تدشين تلك العملية كان هناك لقاء جمع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع عدد من القيادات العسكرية الأمريكية. وكل هذه المعطيات اليوم تترافق مع بعضها مع انطلاق تلك العملية، وبالتالي يمكن أن يقرأ من خلال ما تم ممارسته من قبل الجانب الأمريكي وحديثه عن السلام بأنها لم تكن سوى آليات تكتيكية لترتيب وضعهم في المعركة ومحاولة التخفيف على الضغط على محافظة مأرب. وبالتالي جاء التصريح من وزارة الخارجية الأمريكية من سأمهم من دعوة الجيش اليمني إلى السلام أو من دعوة ما أسمتهم الحوثيين إلى السلام كرسالة تهديد بأنهم سيلجون إلى الخيار العسكري، وبالتالي كان انطلاق تلك العملية. اليوم من خلال العملية التي نفذها الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية الجيش واللجان الشعبية وبمساندة أبناء القبائل الشرفاء تم تطهير المواقع التي حاول تلك التنظيمات الإرهابية السيطرة عليها، وأيضا التقدم إلى المواقع التي كانت واقعة تحت سيطرتهم منذ بداية العدوان وتطهيرها بشكل كامل لا سيما في مديرية الزاهر المحاذية لمحافظة أبيان ومحافظة لحج. وبالتالي هذه العملية لها أبعادها الكبيرة التي تتجاوز مسألة المواجهة مع السعودي والإماراتي إلى مسألة الدخول الأمريكي في المواجهة مع اليمنيين ومحاولة فرض رؤيتهم للسلام التي لا تعني سوى الاستسلام أو القبول بالخيارات العسكرية التي كانوا يظنون أنهم من خلال استخدامهم لرأس الحربة التي استخدموها منذ بداية العدوان وهي تنظيم القاعدة وداعش يمكن أن يحققوا خياراتهم أو يمكن أن يفرضوا أجندتهم، إلا أن كل ذلك قد خاب أمام صمود أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ومساندة أبناء القبائل الذين أدركوا خطورة تلك التنظيمات نتيجة ما عاشوه لسنوات طويلة من ممارساتهم القمعية ومن إجرامهم ومن تعاملهم مع المجتمع. وبالتالي كانت هذه العملية لها أبعادها الكبيرة التي تتعدى مسألة المواجهة مع تلك التنظيمات في محافظة البيضاء. طيب جميل، حتى بالأبعاد سيد مجيب شمسان، نتحدث اليوم عن دعم للقاعدة، نتحدث عن دخول الأمريكي كما قلت حضرتك مباشرة على الخط، والسعودي أيضا بكل ما فيه بهذا التحالف، ورغم ذلك تمكنت اليمن، تمكنتم من هذا الانتصار أيضا في البيضاء. قبل الحديث عن هذا الانتصار، لماذا البيضاء تحديدا؟ لماذا فتحت؟ يعني هو في أصلا جبهة مأرب، لماذا تفتح الآن بالتوقيت وبموقع الجغرافي تحديدا معركة البيضاء وتزامن هذا الدخول المباشر الأمريكي على الخط فيها والواضح العلني كما تقول؟ طبعا إشعال الجبهات في البيضاء من قبل الجانب السعودي والإماراتي والدعم الأمريكي أيضا هو يأتي ضمن النظرة الاستراتيجية لمحافظة البيضاء وما تتمتع به من موقع هام، وكونها أيضا كانت وكرا للتنظيمات الإرهابية حتى من قبل بداية العدوان وبرعاية أمريكية في عدد من مديريات محافظة البيضاء. ونحن نعرف والجميع يعرف، وربما هناك الكثير من التقارير المنشورة عن محافظة البيضاء ومدى تغلغل تلك التنظيمات الإرهابية في عدد من مديرياتها لا سيما المديريات المحاذية للمناطق الاستراتيجية سواء في الصومعة أو في الزاهر أو في محافظة في مديرية ردمان وفي قيفة وفي يكلا. وبالتالي اليوم ما تم إعادته لذلك النموذج هو يذكرنا بالنموذج السابق الذي تم فتح هذه المعركة مشابهة تماما لهذه المعركة في الأشهر الفائتة من قبل ياسر العواضي في منطقة ردمان أو في مديرية ردمان، والتي كان من نتائجها تقدم الجيش واللجان الشعبية وتحرير منطقة يكلا وقيفة من تلك التنظيمات الإرهابية. إذن اليوم محافظة البيضاء بموجب موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها منطقة في قلب اليمن تربط ما بين 8 محافظات يمنية، 4 محافظات جنوبية و4 محافظات شمالية، وهذه الأهمية الاستراتيجية نظرت إليها أمريكا وحاولت أن تعزز تلك التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق لتسهل انتقالها إلى مختلف المناطق اليمنية شمالا وجنوبا. وبالتالي أتت العمليات اليمنية من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحرير تلك المناطق لتعري الحديث الأمريكي عن مسألة حربه للإرهاب التي ظلت لسنوات تقتل اليمنيين وتقتل الأبرياء في مقابل تقدم القائمة
وتمددها وسيطرتها على عدد من المناطق، إلا أن تقدم الجيش واللجان الشعبية في خلال العمليات السابقة سواء أو هذه العملية أظهرت هشاشة تلك التنظيمات الإرهابية، وقد سقطت هذه التنظيمات خلال هذه العملية في غضون 72 ساعة، بما يعني أن أمريكا لم تكن تحارب تلك التنظيمات في هذه المحافظة، وإنما تسعى إلى تعزيز وجودها وانتشارها نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة. لذلك اليوم الحديث عن مسألة مأرب ومسألة البيضاء، لماذا تشعل مجددا مسألة محافظة البيضاء وبالتحديد التنظيمات الإرهابية؟ لأن أمريكا كانت تنظر إلى هذه المحافظة بالنظر إلى أهمية الاستراتيجية التي تربطها مع محافظات استراتيجية لا سيما وأن محافظة البيضاء تربط بين مثلث النفط اليمني الذي كان يعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وهي شبوة والجوف ومأرب وأيضا بمحافظة حضرموت. هذا المثلث الذي جاء في رسالة سرية للسفير الأمريكي ستيفن سيش في 2008، والذي تحدث عن المخزون النفط الهائل في هذه المحافظات والمخزون الغازي، والذي يبرر أيضا هذه الاستماتة الأمريكية في إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب. طيب هذا الانتصار كيف؟ السعي الأمريكي المتكرر ومحاولة هذا الانتصار بمثابة رسالة، ما تفاصيل هذه الرسالة اللي توجهت للأمريكي تحديدا وللسعودي؟ يعني اليوم ما أسباب انتصاركم أيضا بهذه الاستعادة كجيش ولجان شعبية؟ هل فقط هشاشة هذه الجماعات الإرهابية؟ في أيضا رسائل أكثر من ذلك يعني وجهتموها الآن للأمريكي وللسعودي من خلال استعادة البيضاء. طبعا الرسائل التي حملتها هذه العملية هي رسائل متعددة على كافة المستويات، ونحن أسلفنا في الحديث عن جزئية من هذه الرسائل التي وجهت. النقطة الأولى تتمثل بأن الرسالة وجهت إلى الأمريكي الذي حاول استخدام مثل هذه الأدوات، والذي ظهر جليا بأنه مشارك بشكل مباشر في حربه على اليمنيين من خلال تحريكه لمثل هذه التنظيمات الإرهابية، سواء في المعارك السابقة أو في هذه المعارك، والتي أظهرت كثير من التقارير أبرزها ربما التقرير الذي أعدته البي بي سي في 2019، والتي تحدثت عن الدعم الأمريكي لهذه التنظيمات الإرهابية ووصول السلاح الأمريكي إليها. أيضا العملية السابقة التي نفذها الجيش اليمني، وكان من خلالها كشف الكثير من الوثائق وتحديدا حتى عن منظمة الأمريكية للتنمية الدولية ومدى مشاركتها في دعم تلك التنظيمات. لذلك اليوم عندما نتحدث بأن هذه العملية وجهت رسالة قاسمة إلى الأمريكي بأنه حاول أن يوجه رسالة بأنه سئم من الحديث عن السلام مع الحوثيين كما يدعي، كانت رسالتنا إليه بأننا سئمنا من حديثكم عن السلام الكاذب الذي لا يعني سوى الاستسلام ومحاولة فرض الشروط التي لا يمكن أن يقبل بها اليمنيون، سواء باستخدام الملف الإنساني كورقة للضغط للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية، وبرأيك أو التدخل في شؤوننا وإيقاف وإصدار الأوان. هذا ماذا سيغير على الأرض بالنسبة للأمريكي أو بالنسبة لكم؟ ماذا سيغير؟ أوكي، وصلت الرسالة، ما الذي سيتغير في الميدان أو في المعارك أو في طبيعة هذه الحرب كل المستمرة؟ طبعا الذي سيتغير في واقع المواجهة اليوم بأن الهزائم المتكررة التي يتلقاها تحالف العدوان وعلى رأسهم أمريكا وأدواتهم في العدوان على الشعب اليمني ستنعكس وانعكست مباشرة على الواقع الميداني للمواجهة، لأن مثل هذه المواجهة هي عبرت عن إرادة اليمنيين الذين لا يمكن أن يتنازلوا عن حقهم في الدفاع عن أرضهم وعن سيادتهم وعن حريتهم وعدم التدخل في شؤونهم. وبالتالي هذه الرسالة العسكرية التي حاول الأمريكي من خلال تحريك مثل هذه الأوراق أن يوجه أوراق ضغط أو أن يحصل على مكاسب يمكن أن يحقق من خلالها إنجازات أو الحصول على تنازلات، وجهت برسالة أقوى وأبلغ من قبل اليمنيين بأنهم حسموا المعركة خلال 72 ساعة. ماذا يعني أن تحسم المعركة خلال 72 ساعة مع تنظيمات إرهابية ظلت أمريكا تحاربها لعقود؟ وطبعا اختيارهم لمثل هذه التنظيمات نتيجة ما تمتلكه من عقيدة قتالية وما تم تكونه عنها من صورة بروبوغاندية عن إمكانياتها القتالية وبشاعتها في المواجهة. سقوط مثل هذه الدعاية الإعلامية ستنعكس على الروح المعنوية لبقية المرتزقة المتواجدين في بقية المناطق. النقطة الأخرى والتي حاول الأمريكي استخدامها هي محاولة تشتيت قدرات الجيش واللجان الشعبية من الضغط على محافظة مأرب وحصار ما تبقى من المرتزقة لتحرير ما تبقى من هذه المحافظة وتوجههم إلى جنوب محافظة البيضاء. هذا الخيار أيضا فشل لأن المناطق العسكرية اليمنية بقيادة الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية مختلفة تماما عن الاستراتيجية التي تتوقعها أمريكا، لأن كل منطقة لها ما يناسبها عتادا وعددا،
وبالتالي هذه الأسلوب أو هذا التكتيك الذي حاولت أمريكا أن تعتمده في أكثر من مرة لم يؤتي سوى نتائج متشابهة، ولم تكون النتائج التي أوتتها هذه العملية مختلفة عن العمليات السابقة. لذلك اليوم ما يمكن أن يكون على محافظة مأرب وما حاولوا أن يخففوه من ضغط على محافظة مأرب سينعكس سلبا عليهم، لأن هذه إرادة الشعب اليمني، وكثير من القبائل حتى في محافظة مأرب اليوم باتت تظهر للعلن بشكل واضح وجلي بأن التحالف يستند إلى التنظيمات الإرهابية في مواجهة المجتمع. هذه النقطة أبرزتها محافظة البيضاء الذي ثارت قبائلها في مواجهة تلك التنظيمات. اليوم أيضا في محافظة مأرب التي يحاول العدوان أن يخفف عليها الضغط، هناك مشاركة كبيرة لتلك التنظيمات الإرهابية إلى جانب ما تسمى قوات المرتزقة في محافظة مأرب، وقد أصدرت أيضا تنظيم داعش بيان لعملية مشاركتها إلى جانب قوات المرتزقة في عملية الكسارة أو في منطقة الكسارة. لذلك هذه العملية التي أرادوا من خلالها تخفيف الضغط عن محافظة مأرب قد باءت بالهباء، وعلى العكس من ذلك كانت نتائجها سلبية إلى جانب العمليات الأخرى التي نفذت من استهداف في معسكر الوديعة واستهداف أيضا للمناطق العسكرية في محافظة مأرب ومواقعهم الحساسة نتيجة القدرة الاستخباراتية اليمنية في اختراق العدو. لذلك هذه العملية بأبعادها المختلفة من الناحية الاستخباراتية وقراءة تحركة العدو داخل والإعداد لهذه العملية كانت مقروءة، وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن تحسب هذه المعركة بهذا الوقت القياسي وتوجه رسالة إلى الأمريكي والسعودي بأن خياراتكم في فرض القوة على الشعب اليمني لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، لأن اليمنيون اليوم هم أكثر عزم وأكثر إصرار وأكثر قوة، وما لم يكن يمتلكوه في بداية المواجهة باتوا اليوم يمتلكونه، وتتصاعد معهم عناصر القوة في المواجهة مع هذا التحالف. جميل جدا، يعني طبعا سأتحدث بهذه النقطة تحديدا لأنهيت بها لنتحدث ماذا بعد البيضاء. ابقى معنا لو سمحت سيد مجيب شمسان. علاقة جدلية ربطت التحالف السعودي بتنظيم القاعدة في اليمن والمجموعات المتطرفة بين استخدامها في محاربة الجيش اليمني واللجان أو مواجهته لبعث رسائل تفيد بمحاربة الإرهاب. في بداية حرب التحالف السعودي على اليمن وجد التحالف وحكومة هادي في تنظيم القاعدة وسيلة لمواجهة قوات الجيش واللجان، فتعاون الطرفان في العمل العسكري ضد أنصار الله ولا سيما في الجنوب، وجرى ضم الكثير من عناصر التنظيم لاحقا إلى مجموعات موالية للتحالف. بعدها بفترة وجيزة استغل تنظيم القاعدة دعم التحالف للسيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، واستولى على نحو 100 مليون دولار من فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة، إضافة إلى المعدات العسكرية. توسع انتشار التنظيم جعله يعزز حضوره في عدن استنادا إلى دوره في محاربة قوات الجيش اليمني واللجان وانسحابها من تلك المناطق، لكن تمدد نفوذه أدى إلى اصطدامه بالنفوذ الإماراتي الذي بدأ يتشكل حينذاك في المحافظات الجنوبية. فبعد استخدامه في محاربة الجيش اليمني واللجان أطلقت الإمارات حملة لمكافحة الإرهاب تحت عنوان كبح نشاط القاعدة في المحافظات الجنوبية لليمن واستعادة الأراضي التي استولت عليها القاعدة، وما أسهم في زيادة تضعضع التنظيم في اليمن الحملات الدائمة للجيش اليمني واللجان ضده، ولا سيما الضربة القوية التي تلقاها العام الماضي في مناطق قيفة حيث مني بهزيمة كبيرة بعد أن وجه كل أنشطته ضد الجيش واللجان بالتعاون مع داعش خصمه الذي جمعته به صراعات دموية في اليمن. أعود إليك سيد مجيب، لماذا هنا؟ يعني واضح أن العلاقة كانت تمر بهبوط وصعود بين التحالف والقاعدة، لكن لماذا هنا في البيضاء تحديدا قرروا مساعدة القاعدة السعودية؟ وحدثنا أنتم بالجهة المقابلة كيف كان يعني تعاونكم كما حدثتني مع أبناء القبائل وكيف ساهم في استعادة البيضاء؟ طبعا ما يمكن أن نعلق عليه في مثل هذا الموضوع، طبعا أنت أشرت إلى مسألة المواجهة الإماراتية لتنظيم القاعدة أو تمدده أو تعرضه مع أهداف الإمارات في المناطق الجنوبية. المعركة التي أثارتها الإمارات والسعودية خلال تلك الفترة في محاولتها لما أسمته مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية كانت مجرد صفقة نتيجة تعالي الأصوات عن مشاركة تلك التنظيمات الإرهابية إلى جانب تحالف العدوان السعودي الإماراتي في المناطق الجنوبية تحديدا. في محافظة البيضاء كما أسلفنا بأن الأهمية الاستراتيجية
التي تتمثل به هذه المحافظة نتيجة موقعها الجغرافي الذي يتوسط 8 محافظات يمنية، أيضا إلى توسطه للمحافظات الاستراتيجية من ناحية القوة والمصادر الطاقة النفط والغاز، وهي متمثلة بشبوة ومحافظة المأرب ومحافظة الجوف وأيضا محافظة حضرموت. وبالتالي اليوم كانت محافظة البيضاء من وجهة نظرهم تمثل قاعدة لانطلاق كافة عملياتهم التي يرودوا من خلالها تنفيذ تلك الأجندة أو الوصول إلى تلك الأهداف إلى مختلف المحافظات شمالا وجنوبا. النقطة الأخرى باعتبارها حصن يمكن أن تقي سقوط المحافظات الجنوبية في حال سقطت مأرب في يد الجيش واللجان الشعبية أو تم تحريرها من قبل الجيش واللجان الشعبية. لذلك تعزيز أمريكا للتنظيمات الإرهابية، اتفق ما بين السعودي والإماراتي والأمريكي لتحريكها في هذه المنطقة أو في هذه المحافظة بشكل كبير، لأن سقوط هذه المحافظة أو تحريرها وسقوط القاعدة منها وتنظيم داعش سيكون الطريق الأسهل إلى تحرير بقية المحافظات الجنوبية أو الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان الإماراتي والسعودي. لذلك دفعوا بكافة إمكانياتهم وقواتهم وحضروا لهذه المعركة منذ أشهر، كما تم التحضير للمعركة السابقة في مديرية ردمان وفي مناطق قيفا ويكلا، والتي تم إرسال تعزيزات وألوية مختلفة وتنظيم وتحشيد مختلف التنظيمات الإرهابية إلى هذه المنطقة، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا. لذلك اليوم محاولة التركيز على هذه المحافظة بما تمثله من أهمية استراتيجية، كونها يمكن أن تكون حصنا يمنع سقوط المحافظات الجنوبية أو تقدم الجيش اليمني باتجاه المحافظات الجنوبية لتحريرها من سلطة الارتزاق وتحالف العدوان. وأيضا كورقة لتخفيف الضغط على محافظة مأرب اليوم نتيجة سيطرة الجيش واللجان الشعبية على معظم مواقعها الحاكمة وإطباق الخناق على ما تبقى منهم وما تبقى من هذه المحافظة لتحريرها. لذلك اليوم الدور الأمريكي يظهر منذ بداية العدوان بأنه كان يستخدم تنظيم القاعدة وتنظيم داعش كأوراق أساسية وكجيش نظامي بالنسبة له لمواجهة الجيش واللجان الشعبية، والتقارير الكثيرة والواضحة تظهر مدى مشاركة تلك التنظيمات الإرهابية إلى جانب المرتزقة من تنظيمات محلية تم تشكيلها سعوديا وإماراتيا في عدن وفي لحج وفي حضرموت وفي المكلا وفي الساحل الغربي وفي تعز وفي عدد من المحافظات. ظهر مدى المشاركة والتفاعل ما بين تلك التنظيمات الإرهابية وما بين القوات الارتزاقية التابعة. ما مصير القاعدة الآن سيد مجيب لو سمحت، لأنه داهمنا الوقت، ما مصير القاعدة الآن بعد هذا الدعم؟ ماذا أيضا أنتم بعد البيضاء في الآن؟ يعني جبهات بدأت تفتح لم تظهر إلى العلن، وأيضا كل هذا بحسابات السياسة، في حديث عن حوار سعودي إيراني. هل يعني كل ما يجري في الميدان، ونتوقع أن يكون في تصعيد أكثر لتحصيل كل هذه الإنجازات بالنهاية لفرض بهذا الحوار، وبالتالي لن ينطلق هذا الحوار جديا إلا بعد مكتسبات ستكون على الأرض، وبالتالي سنشهد هنا تصعيد أو ربما دعم كبير في المرحلة المقبلة للقاعدة وهذه الجماعات، ودخول أمريكي مباشر وواضح؟ طبعا النقطة الأساسية التي نعلق فيها في هذا الجانب بنقطة أساسية هي تتعلق أولا بأن تحرك الجيش واللجان الشعبية في تحرير المحافظات اليمنية هو واجب سيادي ولا يمكن أن نتنازل عنه. وبالتالي مصير القاعدة وداعش في هذه المحافظة أو في المحافظات الأخرى سيكون مصيره متابعة ومطاردة من قبل الجيش واللجان الشعبية إلى مختلف المناطق، وهذه هي إرادة الشعب وإرادة القبائل اليمنية وإرادة المجتمع اليمني، لأن هذه التنظيمات الإرهابية من خلال ظهورها كأجندة وأدوات وظيفية للأمريكي وما مارسته من بشاعة في حق المجتمع اليمني الذي لا يمكن أن يكون منتميا بسلوكه وتصرفاته إلى مثل هذه التنظيمات. اليوم هناك إرادة شعبية جامعة لمواجهة تلك التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق، سواء في المحافظات التي اليوم بات الجيش واللجان الشعبية يسيطر عليها وتم القضاء على تلك التنظيمات، أو في المناطق التي لا زالت خاضعة لتحالف العدوان وتحظى بالرعاية الأمريكية والسعودية والإماراتية. الحديث الأمريكي عن محاولة تحسين أوراقه أو عن محاولة كسب أوراق للحديث عن الحوار لا يمكن أن يكون مقبولا، لأن هناك ثلاثية طرحتها القيادة اليمنية في الحديث عن السلام. هذه الثلاثية تتضمن بأن أي حديث عن السلام لابد أن يتمثل أولا بوقف العدوان وفك الحصار وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشؤون اليمنية الداخلية. هذه هي الثلاثية الأساسية التي ينبغي أن تنطلق منها أي عملية حوار. لذلك الأمريكي اليوم حاول أن يراوغ على هذه الثلاثية وأن يمارس مختلف الضغوط لإيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب من خلال استخدام
الملف الإنساني كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية عاجزة عنها في الميدان. هذا ما قبل برفض القيادة اليمنية، وعلى اعتبار أن هذه حقوق يمنية لا يمكن أن تكون خاضعة للضغوط ولا يمكن أن تكون قابلة للممارسات الأمريكية التي لا تعني سوى الاستسلام وليس الحديث عن السلام. السيد مجيب شمسان الخبير العسكري كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مأساة جديدة في العراق عنوانها مجددا حرائق المستشفيات، عشرات الشهداء والجرحى حصيلة الحريق في مستشفى الحسين في الناصرية. ويسود الحداد العام في العراق فيما شيع المواطنون اليوم ضحاياهم وسط مطالبات بالإسراع في التحقيق الذي كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي قد أعلن البدء به وعلى مستوى عال للوقوف على أسباب الحادثة. للحديث أكثر ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله أهلا وسهلا بك معنا، يعني ما الذي يجري حقيقة؟ حرائق هي ليست المرة الأولى طبعا بمستشفيات، أبراج كهربائية، ما الذي يحصل؟ هل يجب أن نصدق فعلا أنه هي موجة إهمال وطرأت فجأة على أي بلد؟ يعني انطلاقا من هذا السؤال، على رئيس الوزراء اليوم كان قد غامز باتجاه أنه يتمنى أن لا يكون الحادث هو بفعل فاعل، يعني ثمة من يقول أن هناك يد كانت تقف وراء هذا الحادث وأن هناك معطيات تؤكد ذلك، لكن طبعا لا يمكن الجزم إلا بلجنة تحقيق يمكن أن تؤكد على الأقل السبب. على سبيل المثال طبعا هذه ليست المرة الأولى، سبق ذلك بساعات حريق في مبنى وزارة الصحة العراقية، يوم أمس تحديدا أربعة مواقع، حتى اليوم كانت هناك نيران في بساتين نخيل في محافظة ديقار التي شهدت نكبة مستشفى الحسين لعزل مصابي كورونا، كذلك في بالقرب من جامعة واسط في جنوب العراق، في شارع الأربعين بالرمادي مركز محافظة الأنبار. كل الأطراف تؤكد أن ثمة من يقف أو ثمة من يستفيد من هذه العمليات، حتى عمليات تفجير الأبراج كما ذكرت في السؤال، محافظ نينوى يوم أمس أكد أن بعض هذه التفجيرات هي بعيدة كل البعد عن نشاط مسلحي داعش، لأن هناك توظيفا وتدخلا سياسيا وعملية استثمار تجري من قبل مستفيدين بضمنهم مقاولي أبراج الطاقة الكهربائية، وكأنها مسلسلات تتكرر بين الحين والآخر. علا يعني حرائق المستشفيات، بالمناسبة مصادر الميادين الطبية والأمنية في محافظة ديقار تؤكد أن الحصيلة التي توقفت عند 64 وفاة مرجح أن ترتفع مرة أخرى، باعتبار أن هناك عمليات رفع للآثار التي نجمت عن الحريق مستمرة حتى هذه اللحظة، ذلك مرجح أن تصل يعني النسبة إلى عدد أكبر من 64 وفاة. أيضا في اليوم في طب معقول كل هذه الأحداث لم يتم التوصل إلى طرف خيط ولو بواحدة بها حتى منذ الحوادث قبل إلى الحوادث الآن؟ أيعقل يعني أنه لا يكون في ولا أي حقيقة بأي حادث؟ قبل سنوات في حريق مستشفى اليرموك في العاصمة العراقية بغداد كانت لجنة التحقيق قد أكدت أن ما حصل هو بفعل فاعل، لأنهم عثروا على مواد حارقة في داخل موقع الطوارئ، وهذه المواد لا تدخل في الاستخدام الطبي، بضمنها حتى البنزين، وكميات من البنزين كانت موجودة وتركت آثارها في موقع الحادث. ذلك كانت خلاصة لجنة التحقيق التي أرسلت، هي أن هناك فاعل يقف وراء حادث الحرق، حتى حادث مستشفى أو مستشفى الحسين أو مركز النقاء التابع لمستشفى الحسين علا، المدنيون والأهالي يؤكدون أنهم مقتنعون بشكل تام أن ثمة فاعل يقف وراء هذا الحادث، والدلالة التي يسوقونها هي البوابات التي كانت مقفلة ومغلقة. ابقى معنا عبد الله لو سمحت. مستشفى الناصرية نفسه شهد حريقا قبل عام تحديدا وفي التاريخ نفسه، وهي واحدة من الحرائق التي تستهدف المستشفيات في العراق منذ عامين تقريبا، ما طرح شكوكا حول طبيعتها.
عبد الله، هل نحن أمام هجمات مقصودة لخلط الأوراق الداخلية قبل الانتخابات، وبالتالي ستبقى هذه الأفعال نعرف سلفا أنه ستبقى مجهولة الهوية؟ كيف يمكن اللعب بها قبل مرحلة الانتخابات وفي الوضع الداخلي، يعني أمام وضع حكومة القادمة؟ طبعا هي من المأساة حتى كل الأطراف السياسية أن تؤكد أن يدخل الاستثمار السياسي إلى درجة أن تهدر الروح العراقية وأن تقتل النفس بهذا الشكل، إن كان ثمة بالفعل توظيف سياسي، وهذا طبعا كله يبنى على ما يمكن أن تعلنه لجنة التحقيق الحكومية بحادث مستشفى محافظة ديقار. لكن ثمة إجماع وإن لم يكن معلنا بين قوى السياسية، بين سفراء غربيين، بين فاعلين ومؤثرين في المشهد ومهتمين بالمشهد العراقي، أن التطورات يمكن أن تتصاعد منذ فترة طبعا وصولا إلى موعد الانتخابات، لأن القوى السياسية العراقية وكأنها في حالة جمود في تعاملها وتعاطيها مع موعد الانتخابات النيابية المبكرة. كيف سيتم الذهاب باتجاه هذه الانتخابات مع النقد الكبير الذي يساق لجهة وجود السلاح، مع النقد الكبير الذي يساق لجهة قانون الانتخابات الذي اعتمد، مع النقد الذي يساق لأداء مفوضية الانتخابات، مع اتهامات متبادلة ومتشابكة، كل أطراف تتهم الجهة التنفيذية أنها يعني تحاول أن توظف المال العام سياسيا، والجهة التنفيذية أيضا تتهم قوى سياسية عراقية بأنها تسعى لأن تربك المشهد توظيفا لموعد الانتخابات النيابية المبكرة. حتى مجموعة من السفراء الغربيين كانوا قد توقعوا منذ فترة أن هناك تصاعدا في الأحداث قد تشهد السلاح العراقية ما يربك مشهد أو التهيئة لبيئة آمنة لانتخابات نيابية من المفترض أن تجري في 10 من 20 كل الشكر المقبل. كل الشكر لك عبد الله بدران، مدير مكتب الميادين في بغداد، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا فاصل ونواصل المشهدية. أعمال فنية كثيرة تشهدها المنصات الإلكترونية داعما لفلسطين، من بينها ألبوم موسيقي تجميعي أطلقته مجلة معازف تحت عنوان It's not complicated، أي الأمر ليس معقدا، دعما للهبة الشعبية في الداخل الفلسطيني. المجلة دعت موسيقيين عربا وعالميين إلى المشاركة دعما لقضية الشعب الفلسطيني، ويشير عنوان العمل إلى أن أمر القضية ليس معقدا على الإطلاق لجهة وضوح الاحتلال. للحديث أكثر ينضم إلينا من رام الله أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت ومدرس مادة الصحافة الثقافية الدكتور صالح مشارقة. دكتور صالح أهلا وسهلا بك معنا، لكن قبل الحديث معك نتابع هذا التقرير ونعود إليك وللمشاهدين. دكتور صالح أجدد الترحيب بك. صالح مشارقة، بداية أهمية هذه الأعمال اللي يعني ظهرت وتحديدا بشكل كبير ومكثف وعميق تحديدا بعد الهبة التي حصلت الداخلية في كل فلسطين، أهمية هكذا أعمال للاستمرار بما تم تحقيقه مؤخرا؟ ويظهر من أنه في المواجهة الأخيرة التي حدثت في الشيخ جراح أو في محيط المسجد الأقصى، وفي المواجهة الأخيرة التي وقعت بين إسرائيل والفلسطينيين، أنه المخزون الثقافي كان أحد أهم المخزونات التي كانت ذراعاً قوياً للفلسطينيين لتوصيل روايتهم إلى العالم. ومع الشباب بالتحديد كانت الرواية أسرع في الوصول إلى العالم،
لأنها خالية من التعقيدات السياسية كما ظهر في العمل الذي تحدثتم عنه، والرسالة الثقافية تصل بدون موانع سياسية لأنها صادرة عن عقل شبابي غير معقد سياسيا، وتعبر عن الحق بهدوء وبالفنيات، وهذا ظهر في استخدامات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات شبابية فلسطينية هنا في الأرض المحتلة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الأراضي المحتلة عام 48، أو لدى فلسطيني شتات، والذين قاموا بمجموعهم بدبلوماسية رقمية أوصلت الرواية الفلسطينية ورفعت معنويات القضية الفلسطينية بكثير مما كانت عليه منذ سنوات خلت، لأنه من سنوات كان في مراجعات كثيرة يعني كانت تشير إلى تراجع الفهم والتفهم العالمي للقضية الفلسطينية. الدخول الشبابي على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأدوات الثقافية أنجح معركة الهاشتاج الفلسطيني في مواجهة الإسرائيليين، وأنتج رأياً عاماً دولياً يفهم بهدوء الذي يجري هنا. كان يعرف جزء من الحقيقة، ولكن إصرار الفلسطينيين ودفعهم بهذا الكم من المضامين الفنية والثقافية والإعلامية أدى إلى يعني مكان جديد للقضية الفلسطينية في الرأي العام العالمي. طيب، لنعطي دكتور كل ذي حق حقه، يعني صحيح الميدان لا شك أنه مهم وكل شيء يقدم للقضية الفلسطينية سواء سلاح بالدم بغيره لا شك أنه مهم، لكن اليوم هذا العامل الجديد نحن نتحدث عن مقاومة في الموسيقى، مقاومة في الثقافة، مقاومة بكل أنواع الفنون، بالأفلام، بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي. كان في تغير جذري وواضح مع دخول هذه العوامل، إضافة إلى ما كان هو مكرس أصلا يقدم للقضية. أهمية كل هذه فعلا العوامل لتكون مكملة لما تم تأسيسه، وبالتالي لا يجب يعني فقط التركيز هنا دون يعني الشق الآخر من عملية المقاومة، لأنه في ناس تحصر المقاومة بقالب معين وشكل معين وجماد معين. صحيح صحيح. هو إحنا لو ابتعدنا قليلا عن التنظير لفكرة أهمية الثقافة في المقاومة في معركة الحرية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لو نظرنا إلى الجانب العملي من هذا الموضوع سنكتشف أنه الأجيال الجديدة من النشطاء الشبابيين الفلسطينيين والعرب أبدعوا في إنتاج الثقافة بعيدا عن التنظير، بمعنى أنهم استخدموا الشعر والرواية والموسيقى والأغنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنتجوا رواية تعجز الدول عن القيام بها بمنتهى الهدوء وبعيدا عن التنظير. وأنا أثناء تدريس مساق الصحافة الثقافية لطلبة جامعة بيرزيت في هذا الموضوع كنت أقول لهم أن المسألة يعني سهلة وواضحة، انظروا إلى شاشات التلفزيونات العربية والتلفزيونات الفلسطينية كيف استعادت شعر محمود درويش واستعادت سميح قاسم واستعادت الشعر العربي المقاوم واستعادت المسرح المقاوم واستعادت اللوحات التشكيلية اللي ابتعدت عن عقول الجيل لعقود. احنا لأول مرة استعاد الفلسطينيون لوحات إسماعيل شموط، لوحات ناجي العلي، كلام سميح القاسم، أعادوا بناؤه في فيديوهات قصيرة وأعادوا بناؤه في سبوتات وفي أشكال ومضامين إعلامية مثلهم مثل وسائل الإعلام. هذا أنتج مضامين ثقافية وإعلامية فلسطينية سهلة الوصول إلى العالم، حقيقية ولا تحتاج جهد كبير في توضيحها كما قلتم أنتم في بداية تقديم هذه الفقرة. طيب دكتور صالح، يعني لفتني أنك مدرس مادة الصحافة الثقافية، أود الوقوف معك على هذا المصطلح الصحافة الثقافية، وكيف يعني إذا ما أردنا الحديث عمليا عن مهمتك أنت أيضا مع الشباب وعامل الشباب واللي يراهن عليه فعلا حتى العدو عينه عليه، كيف تعمل أثناء إعطائك يعني طبعا مهمة مدرس عندما يكون في الجامعة عند هذه الشريحة من الشباب المهمة اللي هي الأساس لكل شيء للبنى التحتية لأي دولة، مهمة صعبة على المدرس بطبيعة الحال، فكيف إذا كان بوضع القضية الفلسطينية؟ أخبرني عن تجربتك ومهمتك بهذا الغمار.
هي كانت مهمة صعبة، ولكنها بصراحة كانت يعني مغامرة جميلة كنت فيها مع الطلاب وداخل جامعة بيرزيت، ويقوم بها عدد من زملائي في جامعات فلسطينية أخرى، لأننا أنتجنا مساق هو الأول في هذا الاتجاه الصحافة الثقافية. في البداية الإعلام الرقمي والإعلام بشكل عام استبعد الثقافة بصراحة في السنوات الأخيرة، ويعني اعتبرت الثقافة شيء في المكتبة أو شيء في الصالون الثقافي لكن أو يمكن دمجها الآن. في اتحاد الكتاب. احنا اخذنا مسار اخر تماما، وقلت لهم يعني انه هذا الشعر، هذه الموسيقى، هذا المسرح بالامكان اعاده انتاجه بفيديوهات قصيره، بالانفوغراف، بالفيديوغراف، بالستوري تيلينج بالامكان، وانتم الصحفيين الجدد كمان لن تكون المهمه بعيده عنكم. الى درجه انه ما نقوم به مثلا في تغطيه الحدث الفلسطيني يحتاج الى موسيقى، يحتاج الى معرفه ثقافيه، يحتاج الى رمزيات من الثقافة اليومية الفلسطينية، من الميلودي الموسيقي الفلسطيني، هذا يقوم به المراسلون العرب والمراسلون المحليون. وبالتالي أنا كانت صعبة علي في البداية استدخال هذا الموضوع، ولاحقا ولكن يعني مع مجموعة من المهارات عندما صغرت الأشياء لهم وقلت لهم إنه يعني الشعر الجاهلي نعم، لكن جنة لأنه فيروز أو جنة غدرنا الوقت، محمد عبد الوهاب. أي بس فقط أود أن أعرف شيء يعني دكتور صالح، نعرف تحدثنا عن مهمتك، إلى أي مدى وجدت هذا الجيل يعني أنه فعلا في، لو لم يكن يعبر بتصرفاته، أتحدث تحديدا عن الداخل المحتل، في فعلا حفظ بالداخل بوجدانه القضية والوطن، لو كان ربما الظروف لا تساعده على إظهار هذا الشيء وأن يعيش به؟ بالنهاية الجيل الجديد ربما لم يمر بثقافة يعني غير الجيل القديم اللي عنده عاداته وتراثه وعايش الاحتلال وكيف دخل وتم تهجيره و و لن نلوم الجيل الجديد، لكن إلى أي مدى وجدت فعلا أنه محتفظين بالمفتاح بداخلهم؟ طلعي، أنا في البداية كان لدي وجهة النظر التي أنت تحدثت عنها، أنه الجيل الجديد والجيل الذي لم يعايش والجيل الذي لم يعرف، وبصراحة انكسرت كل هذه النظرية مع التدريس الذي قمت به ومع وجودي مع عدد من طلابي في المظاهرات التي حدثت في المدن الفلسطينية. بصراحة يجب نحن أن الجيل الأكبر أن نتنازل عن فكرة أنهم لم يشاهدوا أو لم يعايشوا النكبة والتهجير. بصراحة هذه المواضيع مزروعة فيهم، وفي لحظة المواجهة النهائية سيجدون أنفسهم في مواجهة آخر هو الإسرائيلي، سيدافعون عن أنفسهم بالأغنية، بالدلعونة، بالموسيقى، وما بالتراث، نراه هو باللباس إثبات القديم، وما نراه وبالفعل، وهذا ليس نعم. تنظيرا، هذا ما حدث بالفعل في المواجهة الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. المخزون الثقافي الفلسطيني بغض النظر عن نظرية إنه الجيل الجديد، لا، انفجر وهو موجود أصلا، والمقاومة فتحت له، أو المواجهة فتحت له الأبواب واسعة، وأنتج الشباب والشباب الشابات الفلسطينيين أفضل المضامين في هذا الاتجاه. كل الشكر لك دكتور صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت ومدرس مادة الصحافة الثقافية، شكرا لك على المشاركة، كنت معنا من رام الله. سلاح جديد وغامض استخدمته إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة. صحيفة جيروزلم بوست كشفت أن تل أبيب اعتمدت على أسراب من المسيرات تستخدم نوعا جديدا من الذكاء الاصطناعي. ما هي هذه التقنية وماذا عن خطورتها؟ للحديث أكثر ينضم إلينا من تولوز في فرنسا الخبير والمهندس في أنظمة التحكم بالطائرات الدكتور حسين حمادي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ حسين. قبل الحديث مع ضيفنا نتابع هذا التقرير ونعود.
حسين، ما هي هذه التقنية الجديدة التي استخدمتها إسرائيل؟ حسن، أولا أود بالبداية أن أوجه لك التحية وللمشاهدين. أولا إذا أردنا أن نبدأ فإن الجيوش من خلال العقدين المنصرمين بدأت باعتماد السلاح طائرات المسيرة لاستبدالها مكان الطائرات الحربية، وذلك لعدة عوامل. أولا بسبب تكلفة تشغيلها المنخفض جدا وقدرتها على التحليق على ارتفاع منخفض، وقدرة تزويدها بأنظمة كاميرات وأنظمة رادارات جدا متطورة. ثم بدأت تستثمر الجيوش بهذه الأسلحة شيئا فشيئا، فبدأت الشركات تقوم بإنشاء مشاريع جديدة وتطوير لهذه المسيرات، إلى أن وصلنا في آخر الأمر إلى اعتماد أسراب الطائرات بالخصوص ما نسميها الطائرات التي هي معروفة كالدبابير، أي تستخدم الذكاء الاصطناعي. نعم. بماذا تختلف عن المسيرات اللي نعرفها؟ حسن، قدرة هذه الدبابير الأساسية هي بقدرتها على التحليق بشكل ثابت، أي أنها تستطيع أن تحلق على نقطة ثابتة، وبالتالي تستطيع أن تركز كاميراتها وتركز حساساتها من خلال محاولة تحليل أو استكشاف بعض الأهداف التي ممكن أن تكون غير مرئية من خلال الخرائط أو من خلال أشياء لا يمكن للطيران أو الطائرات المسيرة التقليدية التعرف عليها. وبالتالي هذه الطائرات تعظم هي الأسراب، وبالتالي الأسراب هي ما بين 10 إلى ألف طائرة. عندما نقول الأسراب عادة هي تعتمد كما هي، إذا أردنا بالقول أن هناك طائرة أساسية تسمى بالماستر أو هي طائرة السيد، وبالتالي والطائرات الأخرى هي كالتابعين أو السليفز لهذه الطائرة الأساسية، وبالتالي يمكن تشغيلها بطريقة آلية من دون الحاجة لتدخل العنصر البشري، وبالتالي نستطيع أن نستنتج أن لا يمكن أن يكون لدينا مثلا 100 شخص أو 1000 شخص يقومون بالتحكم بكل هذه الطائرات بطريقة بشرية، لأنه من غير ممكن ذلك. لذلك تقوم هذه الطائرات بالطيران. ما السبب لإلغاء العامل البشري حسين؟ هل لأنه ربما بمكان ما العامل البشري يتأثر نفسيا أو يؤثر عليه بأمراض نفسية، وبالتالي أوكلت المهمة بآلة، ومن هنا ندخل إلى الوقوف عند خوف أو مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لأنه الطائرة هناك احتمالية الخطأ، هناك ليس فقط احتمالية الخطأ، ظروف ميدانية قد تتغير حتى على الأرض، العامل البشري يستدركها، لكن الطائرة هي كما تفهم هي تقوم بالتطبيق. نعم. وبالتالي كما قلنا انه عندما تقوم هذه الاسراب وبالتالي بالقيام بالتفتيش عن بعض الاهداف الموجوده في الارض، وبالتالي هي تقوم على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تقوم الكاميرات المزوده وبالتالي والمستشارات التي تكون داخل هذه الطائرات بالتعرف على بعض العناصر من خلال الموجود على الارض للتعرف على ما اذا كان هذا هدف عسكري او ليس هدف عسكري، وبالتالي هنا تكون المخاطره الكبرى. وبالتالي عندما يتداخل العنصر البشري او الاماكن المدنيه مع اهداف عسكريه، ويمكن وتعرفين انه من خلال الكاميرات هي مؤلفه من عده بيكسلز، وبالتالي ممكن الخطا في تحليل واحد من هالبيكسلات أن يغير تحليل الهدف، ممكن أن يكون هدف سيارة مدنية مثلا، وبالتالي بسبب هذا الخطأ في هذا البيكسل أو من خلال هذا الخطأ الذي حصل على مستوى الذكاء الاصطناعي يمكن تحديد هذا الهدف أو هوية هذا الهدف على أنه هدف عسكري، على أنه مثلا مدفع أو مثلا دبابة أو مثلا شيئا مثل هذا، وكل هذا يعتمد على المسافة وعلى طبيعة الكاميرات ودقة وجودة الكاميرات التي تعتمدها هذه الطائرات. وبالتالي الخطأ في هذا التحليل لهذا الهدف ممكن أن يوقع ضحايا مدنيين، يمكن أيضا إذا كان تم اعتماد هذه الأسراب في أماكن تتداخل القوات الصديقة مع قوات العدو، ممكن الاستشباه في طبيعة تحديد هذه القوات، هل هي قوات صديقة أم قوات عسكرية عدوة، وبالتالي ممكن أن يحصل الخطأ، وبمجرد أن يحصل الخطأ وتقوم إحدى هذه الطائرات الأسراب بتحديد الهدف على أنه هدف عسكري، تقوم بتوزيع هذه البنايات على هذه
هذه البيانات على 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 كل الطائرات المتبقيه في السرب، وبالتالي تقوم بعمليه مهاجمه لهذا الهدف من خلال الطائرات التي هي بس من نوع بس سؤال سريع حسين لانه دهمنا الوقت، الى اي مدى يهم الدول التي ستنشر هكذا اسراب من الطائرات ان تسلم هذه المهمه وهي تقصد ان يكون فيها خطا لكي تضع المسؤولية على أنه خطأ في الطائرة وتم ضرب هذا الهدف وبالتالي هي تتنصل من مسؤوليتها؟ إلى أي مدى سيكون عامل يعني دافع لهذه الدول أن تستخدم هذه الطائرات بشكل سريع سواء إسرائيل أم غيرها؟ يعني نستطيع أن نقول أن هناك جمعيات حقوق الإنسان كما ذكرت هي تقوم بكثير من الاعتراض على استعمال هذا النوع من الأنظمة لأنه يحتوي على الكثير من المخاطرة. ولكن أعتقد أنه أن نستطيع لغاية الآن أن نقول مدى فعالية هذه الأنظمة في الحروب العسكرية، وخاصة وأنه عندما تم اعتمادها في عندما قام الجيش الاحتلال باعتمادها مع المقاومة في غزة، لم تكن تملك المقاومة في غزة أجهزة دفاع فعال ضد هذه الأنظمة الدرونز، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الأنظمة فعالة. وكما قلنا أنه يوجد هناك دائما عنوان المخاطرة في استهداف المدنيين أو استشباه القوات، وبالتالي لا زال هناك الكثير من التحديات على الدول أن تتخطاها قبل أن يصبح هذا السلاح سلاح فعال تعتمده الجنود. حسين حمادي الدكتور والمهندس في أنظمة التحكم بالطائرات، كنت معنا مباشرة من فرنسا من تولوز، كل الشكر لك. بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.